اسلام بالنسبه للنادي الاولمبي هو اساسه النادي الاولمبي، يعني بدا بالتدريج في مدرسه الكوره في النادي وتدرج فرق الناشئين، وكان لعيب محب للتمرين قوي، كان عنده طموح من صغره ان هو يبقى حاجه يعني، وتناه هو في المسيره دي لغايه ما وصل للفريق الاول، وانتقل بعد كده للنادي الاسماعيلي وبعد كده راح النادي الاهلي. اسلام من الشخصيات اللي حتى في المجال نفسه محبوب، يعني طول عمره ليه كاريزما خاصة، الأخلاق والمبادئ والالتزام، فدي ساعدته إن هو يوصل يعني يوصل لأعلى قمة النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي كان كبير، إسلام كان عنده الطموح ده من صغره، ولعيبة بالمثل يعني غير إسلام كتير قوي وصلوا للمرحلة دي بالمجهود والتعب والاجتهاد. إسلام كشخصية يعني محبوب من كل مدربين النادي، مفيش مرة من المرات عمل مشكلة في النادي، التزامه بالتمرين، يبدأ التمرين بيكون من أول العناصر الموجودة في التمرين. يعني لو هنقعد نسرد حقائق كتيرة بالنسبة له كشخصية غير اللعب، لا إسلام يستحق كل حاجة كويسة. اجتهد وتعب ووصل اللي هو عايزه بالمجهود. يعني اسلام علاقتي بيه من صغره، اسلام يعني جه كان يمكن هو وهيثم فاروق، كان هيثم بيجيبه خاله، واسلام كان بيجي الاثنين من مدرسه الكوره وعندهم 8 سنين 9 سنين وتدرج في فرق مدرسه الكوره. علاقتي بيه كمدرب للاعب في النادي الاولمبي، وكانت نبغه موهبته وهو من صغره، يعني من مدرسه الكوره كان اسلام ليه شخصيه كده، كاريزما حتى في التمرين، بيجتهد حتى لو بيخلص التمرين لو ناقصه اي حاجه تانية بيبقى بينفرد بنفسه ان هو بيأديها. يعني شخصيته من صغره الطموح طاغي عليه ان هو يبقى له دور، يعني بعيد عن التمرين لو ناقصه اي جزء في التمرين حتى في قطاع الناشئين كان بيجبرنا ان احنا نتعامل معاه ان هو مثلا في حاجات ناقصه له في التمرين فكنا بنزودها له. يعني من صورك وانت شاطر. انا فعلا انا كنت بحب التمرين جدا، وده اللي بحاول اعلمه لاولادي دلوقتي. ايوه يعني انا بحب التمرين جدا جدا، وكابتن عصام طبعا انا بشكره جدا على الكلام ده، وبرده مره تانية اذا كنت اتعلمت حاجه فانا اتعلمتها من مجموعه المديرين الفنيين المدربين المحترمين اللي اشتغلوا معايا من وانا عندي 8 9 سنين لغايه لما بطلت كوره. يعني انا شايف ان النادي الاولمبي، عشان نختم الفقره دي بتاعت الاولمبي، شايف ان النادي الاولمبي سايب فيك علامه، وانت بتتاثر حتى بكلام الناس ديت اللي الضيوف كلها اللي موجوده معانا. طب لو قلت لك انت دلوقتي لو عايز تبعت بقى رساله سريعه كده، انا الرساله دي ببعتها في الاخر، بس انا عشان انا عرفت قد ايه النادي الاولمبي مأثر معاك جامد قوي. هتبقى تقول لهم ايه؟ اقول لهم انا بشكركم جدا جدا على كل حاجه عملتوها معايا من ساعه ما كنت عيل صغير 8 9 سنين لغايه لما مشيت من النادي الاولمبي. كلكم لكم فضل كبير جدا جدا عليا، وكل الكلام اللي حضراتكم قلتوه والتليفونات اللي ببقى مبسوط بينها لما اي حد فيهم بيكلمني ببقى سعيد جدا وببقى مبسوط بيها. انا بشكركم جدا 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 على الموضوع ده، ومش عارف اقول ايه غير ان انا عمري في حياتي ما اقدر انسى النادي الاولمبي زي ما حضرتك بتقول. يعني ده حته من قلبي، ده جزء كبير جدا في حياتي هو حبي للنادي الاولمبي. ربنا يكرمك.